السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فما زلنا في سلسلة الحديث عن السحر، سلسلة كاملة عن كل ما يحتاجه او يريد ان يفهمه الانسان عن حقيقة هذا الشيء. وقد تكلمنا بأدلة من الكتاب والسنة على وجود هذا الشيء، وكذلك أقوال أهل العلم. تكلمنا على أنواع السحر وأقسام السحر. وهنا قبل كل شيء وقبل الحديث عن نوع آخر من أنواع السحر الذي هو السحر المدفون أو السحر المدفون، هنا السؤال يعرض دائما: هل يكفر الساحر؟ الجواب: حسب نوع الساحر. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر عاصيا. إذا كان السحر بواسطة الشياطين فإنه يكفر، وإذا كان أدوية يستعمل أدوية وعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه عاصي. نأتي إلى موضوع الرئيسي في هذه الحلقة. ما هو السحر المدفون أو السحر المخزون؟ طبعا السحر المدفون هو أخطر أنواع السحر، ولا بد أن يكون الساحر قويا جدا جدا، أو بمعنى أدق لا بد أن يكون قذرا جدا جدا، يعني شيطانا جدا جدا ملعونا، لأنه يستعين بأكبر الشياطين. وأن يأمر من يريد عمل السحر بأن يحضر شيء من رائحة الشخص المراد عمل السحر له، مثل شعره أو قطعة من ملابسه، وبعد أن يحضر الشيء الذي من رائحته يستطيع ملك الجان الذي يكون مع الساحر أن يحدد نوع جسم الشخص، لماذا يأخذ شيء منه من شعره أو من ملابسه أو من عرقه، لكي يحدد نوع جسم الشخص إن كان ذو طبيعة حارة أو يابسة أو رطبة. وعند تحديد الطبع يؤخذ شيئا مضادا له لهذا الجسم من الأعشاب، يضاف إلى ذلك اسم الشخص واسم والدته طبعا، ويكتب بحروف مفرقة على المادة المضادة من الأعشاب، يلف كل ذلك مع ورقة مكتوب فيها الطلاسم، ويدفن بعد ذلك دفنا جيدا في مكان أو في مقبرة. هذا هو السحر المدفون. كيف يؤثر السحر المدفون على المريض؟ يقف الجن المكلف على سحر نفسه ولا يدخل إلى الجسم، وينظر، فإذا كان السحر على الرياح أطلق مع كل ريح جسم يمرض الشخص، وإن كان معلق على النجوم فمع كل ظهور نجم، هذا على نوع السحر، يطلق جسم يمرض أكثر. هذا هو حقيقة عمل سحر المدفون. ما أعراض السحر المدفون؟ سؤال: ما هو أعراض السحر المدفون؟ وجع شديد جدا في الرأس على هيئة وخز، هذا الوخز يأتي ثم ينتهي، صداع في الرأس، وأيضا زغللة في العين، شرود وعدم تركيز في أي عمل من الأعمال، صدود عن أشياء يحبها المريض، ضعف عام وعدم القدرة على القيام بأي عمل، تكاسل ونوم. هذا بالنسبة لأعراض السحر بشكل عام، السحر المدفون. أما أعراض السحر أثناء النوم أيضا له أعراض معينة. ماذا يحس المسحور سحر المدفون أثناء النوم؟ اختناق أثناء النوم، سقوط من مكان مرتفع جدا ولا يجد شيء يسقط عليه، رؤية المقابر والأموات بكثرة، هذه علامات في النوم.